اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا احسن ناس في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. كل البيوت دلوقتي فيها امتحانات، ربنا يا رب يوفق اولادنا ويكلل تعبنا ان شاء الله بكل الخير والنجاح باذن الله. النهارده ان شاء الله هنعمل الفطير المشلتت بابسط طريقه، ومش الفطير المشلتت المعتاد اللي كل الناس بتعمله، احنا هنعمله ان شاء الله بطريقه مميزه وطريقه بسيطه. ولو انت اول مره تعملي فطير مشلتت ان شاء الله من اول مره هينجح معاكي وهيكون مميز وحلو جدا. هنعمله كده بشويه تكات مختلفه خالص عن اي فطير مشلتت، هيعجبكم ان شاء الله ويكون بسيط وسهل ومحدش يشيل هم ان انا عايزه اعمل فطير مشلتت وشايله الهم. يلا بينا نشوف مقاديرنا. اول حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي هنا 3 كوبايات ونص دقيق، تمام، نخلاهم. ممكن طبعا تزودي الكميه زي ما انت عايزه وهتزودي الميه والمقادير اللي احنا هنقولها، لكن انا اللي انا عاملاه 3 كوبايات ونص دقيق، عليهم نص معلقه صغيره ملح، وعندي معلقه صغيره من السكر بس كده. وعندي ايه هنا؟ عندي 2 كوبايتين ميه دافيين، تمام. هنبتدي، ادي كل مكوناتنا. طبعا احنا عارفين ان الفطير المشلتت ما بيحطش عليه ولا خميره ولا بيكنج باودر ولا الكلام ده. الميه دي عندي دافيه، انا مش هنزل بالكوبايتين مره واحده، انا هنزل بيهم شويه بشويه واشوف العجينه بتاعتي هتحتاج ميه تاني ولا هنستكفى بالكوبايتين. حقيقه الفطير ده طريقه سهله وبسيطه، في ناس كتير بتشيل هم انها بتبقى عايزه تعرف تعمل ازاي الفطير مشلتت وتقول ده هيبقى صعب وممكن يبوظ مني. لا 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 لا، ان شاء الله مفيش حاجه بتبوظ، واحنا ستاتنا وبناتنا كلهم شاطرين، حتى البنات اللي لسه ابتدوا يدخلوا المطبخ يعرفوا ازاي يعملوه بطريقه بسيطه وسهله. والحقيقه هنعمله زي ما قلت ايه، بطريقه كده مختلفه شويه مش التقليديه، نحاول كده ندخل فيه حاجات ان شاء الله الطريقه تعجبكم جدا باذن الله. انا هستغنى دلوقتي عن ايه، المعلقه الخشب دي، ونبتدي نعملها بايدينا. بسم الله اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا كده ما حطيتش الكوبايتين كلهم، احنا قلنا ايه نحط شويه شويه عشان ممكن العجينه مننا ما تحتاجش الكوبايتين، وممكن تحتاج تاني على حسب الدقيق بتاعنا. نحط ايه شويه صغيرين. احنا قلنا ايه بقى واحنا بنعجن كده؟ دايما نستغفر ونسبح ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. بص نلاقي بقى الحاجه بتاعتنا ان شاء الله تطلع حلوه وجميله. طبعا احنا عايزين نعجنها ايه حلوه كده عشان تبقى عجينه ما بتلزقش. دلوقتي انا هحط ايه على الرخام عشان اعرف هتملك منها كويس. بسم الله. هي خلاص كده على فكره ما خدتش خدتش كوبايتين، يعني فضل كده حاجه بسيطه قوي من الميه. اهم حاجه عندنا اما نفضل نعجن فيها كده ايه، عجن مبرح، وتحطي بقى غيظك فيها وتحطي اي حد عامل فيكي حاجه وكاتمها جوه قلبك طلعيها في العجين. اعملي قومي اخبزي حته عجين، اعملي عيش، اعملي حاجه. قلت لكم النصيحه دي قبل كده. بصوا حبايبي اهي بقت طريه، بصوا ازاي اهي طريه ومش بتلزق في الايد. هنحطها كده ونسيبها ترتاح. طبعا هي مش هتخمر، هي هترتاح. هسيبها كده ايه، هغطيها واسيبها ترتاح ربع ساعه. حبايبي انا سبتها كده ارتاحت ربع ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل ايه، هتقسميها زي ما انت عايزه، عايز تقسميها على 3 على 4 زي ما انت عايزه. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم.
ثلاثة. أنا قسمتها، أنا قسمتها على أربعة. تقدري تصغري، تقدري تكبري زي ما أنت عايزة. الأول هنا عندي صينية هحط فيها إيه، بص، كوباية زيت على زبدة، زبدة وزيت، تمام، ممكن زبدة صفرة، ممكن سمنة بلدي، زي ما انت عايزة، بس شوية الزيت دول يعني مهمين جدا. فانا حطيت نص كوباية زيت على ايه يا حبايبي يا حلوين، على نص كوباية زبدة، تمام. حط كده في الزبدة كمان. طب هنحطهم في الزبدة والزيت دول قد ايه؟ هحطهم في الزبدة والزيت كمان ربع ساعة، تمام. هسيبهم كده في الزبدة، سيبهم ربع ساعة كمان. بصوا بقى، من ضمن الحاجات المختلفة اللي احنا هنعملها ان شاء الله في الفطير بتاعنا، انا جبت بصلتين كبار. تقدروا طبعا تستغنوا عن المرحلة دي لو انت ما انتش عايزة، ماشي، تقدري تعملي تحطي اللي انت عايزاه، بس انا بوريكي، انا جربت بكل حاجة واوريكي انا عملته بالطريقه دي وعجبني جدا بالطريقه دي. هقطعه كده رفيع البصلتين زي ما قلت لك كده، تقدري تستغني عن الخطوه دي. خرطنا كده البصل، حط بس كده حاجه بسيطه جدا، ملح، حطيه بقى في الطبق بتاعنا. طيب احنا نقدر نعمل حاجه غير البصل؟ اه، تقدروا تحطوا جبن وتحطوا لحوم وتحطوا كل اللي نفسكم فيه. طب هو ده يبقى فطير مشلتت؟ اه، فطير مشلتت، بس احنا بنحاول نعمل تكات فيه، نزود حاجات فيه، نحط اطعمه فيه، وبرده فطير مشلتت، وممكن طبعا ما تحطيش حاجه خالص. عندنا هنا طبعا احنا في الشتاء، في السمنه بتمسك شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول بقى ايه نفردها على قد ما نقدر كده. ناخد من النص نطلع كده على الحروف، والحروف طبعا ايه ممكن تعمليها تساعدي نفسك بنشابة. استنى، احنا سيبناها قد ايه بقى في السمنة والزبدة؟ سيبناها ربع ساعة برضو. احنا بس بنكسب وقت، تمام. هي مش محتاجة نشابة ولا حاجة، ممكن بايدك تاخدي من النص كده وتطلعي بره كده اهو. بصي، بسم الله ما شاء الله، العجينة حلوة وبتفرد معاكي وكل حاجة اهو. بس النشابه ايه بتساعدك شويه. ليه بقى؟ احنا في الشتاء، تمام، الزبده بتتجمد شويه، واخده بالك، ما تبقاش سايحه كده في ايدك عشان الجو ساقع، فالنشابه بتساعدك شويه كده. طلع لبره، بصي بصي بترقي معانا ازاي، لازم كمان حروفها. قطعت منك ولا يهمك.
مشحون. لو الجو حر والسمنه بتسيح مش هنحتاج النشابه في حاجه خالص، ما بياخدش وقت نهائي. اللي بيتقطع دمي ولا يهمك. رقيه على قد ما تقدري، على قد ما تقدري رقيه كده. خلاص اهو. نجيب بقى البصل، تقدري تحطي جبن، تقدري تحطي شرايح فراخ صغيره، تقدري تعملي اللي انت عايزاه، بس جربيه بالبصل. انا جربته بكل حاجه وعجبني جدا جدا بالبصل. وبعدين هنعمل ايه؟ هنعمل كده، نبتدي نلفه. بسم الله نرله كده. اهوت. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كده كده ونرول. نروله كده، نلفه كده. بصوا اهو، سهل جدا وبسيط جدا. بس كده عندي هنا، اخد من الزبده دي ادهن صينيتي كويس. بسم الله تمام. نعمل ايه؟ واحده كمان نعملها بايه دي؟ اوريكم برضو ممكن نعملها بالجبنه. انا هعمل ثلاثه بالبصل واحده بالجبنه بس عشان اوريها لكم، لكن انا الحقيقه انا جربت اطعمته كلها، حطيت بصل، حطيت جربته بالبصل وبالجبنه وباللحمه. البصل بيديله كده، بيخليه كده مسكر وليه تيست عالي قوي، بيوديكي بصراحه في حته حلوه قوي قوي. تاخدي من جوه على بره كده الحروف عشان ان شاء الله يطلع ايه ورق معاك، يديكي نفس طعم الفطير المشلتت حلو بتاعنا. بس بنحاول نعمل له اشكال ونعمل له وندخل فيه اطعمه. دي اتفردت من غير ايه؟ النشابه. بس هي زي ما قلت لكم برضو، السمنه لما بتكون سايحه بتساعد معاكي الفطيره انها تتفرد كويس معاكي. بصوا بقى، بصوا عامله ازاي. احط جبنه، ممكن نخليها ساده، ممكن نعملها نفس الشكل ده ونخليها ساده، بس انا بوريكم افكار تبقى حلوه حلاوه. طبعا بتدينا طعم مختلف خالص عن الفطاير اللي بالجبنه والحاجات دي. نبتدي اهم حاجه انك ترقيها كويس قوي. فتفت بس الجبنه كويس كده عشان ايه متكلكعش معانا. بالراحه كده عشان ما تسيبش ايه معاكي فراغات. بصوا حبايبي بس كده اهي، عشان هو نحطها كده. احنا عملنا وريتكم اتنين بنعملهم ازاي، فاضل اتنين هعملهم خلصهم ونشوف بقى هنعمل ايه في الحلويات دي. ايه يا ست الكل يا عظمه، تعالى اوريك انا بعمل ايه.
بصي بعمل لك فطير مشلتت، بس مش اي فطير مشلتت. بصي ده فطير مشلتت بتكات عند ام امير وبس، هتعجبك جدا جدا جدا. بصي باسهل طريقه وباسهل مكونات، وبعمله لك بتكات، مش اي فطير مشلتت يا جماعه. ادخلي على القناه بتاعتي هتلاقي الفيديو فيه الطريقه بالظبط، تعرفيها وتعمليها وتقولي لي رايك في الكومنتات. يلا سيبتك في امان الله. ادي يا حبايبي الفطير بتاعنا اهو. عملت ايه؟ عملت ثلاثة بالبصل وواحده بالجبنه، عشان ايه بنوتي سموكة عايزه بالجبنه. عندي ايه؟ عندي معلقه قشطه هدهنها كده، انا مولعه طبعا الفرن على اعلى حاجه، هحط الشبكه قريبه من ارضيه الفرن، وندخلهم الفرن بتاعنا. سهل وبسيط ومخدش وقت وحاجه عظمه. ندخله ولما يخرج بقى نشوف. ادي الفطير بتاعنا، ايه رايكم؟ ها ايه رايكم؟ يهدى الدقيقتين وهوريه لكم. بصوا يا حبيبي، بصوا الفطير، بصوا الجمال، بصوا ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ ها ايه رايكم في الحلاوه دي؟ بصوا بقى، بصوا الحلاوه، بصوا عايزه اوريكم، بصوا 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 الحلاوه، بصوا دي اللي بالجبنه. بصوا بصوا مورق ازاي، شايفينه مورق ازاي؟ استني اوريكم واحده كمان سخن، وانا ايه سخن جدا. بصوا اوريكم كمان واحده، بصوا 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 مورق ازاي، شايفين مورق ازاي؟ تحفه. طبعا سخن جدا فمش قادره اقطعه لكم. بصوا الفطير ده من احلى الفطير اللي ممكن تعملوه، سهل وبسيط، واي واحده مبتدئه ممكن تعمله. احنا بنعمل الفطير المشلتت بطريقه يعني كل الناس بتعملها. حبيت اجدد معاكم، حبيت اعمل حاجه فكره جديده هتعجبكم جدا، ممكن تعملوه ساده وتحطوا فيه اللحوم اللي انتوا عايزينه. ان شاء الله هيعجبكم. اعملوه وقولوا لي رايكم في الكومنتات بعد ما تعملوه، وقولوا لي بصراحه ايه كان رايكم فيه. دي كانت طريقتي في الفطير المشلتت، يا رب تعملوها وتعجبكم وتاكلوها بالف هنا. ولو عجبكم ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لو بيعجبكم اللي انا بقدمه لكم. يلا سبتكم في امان الله، السلام عليكم.